بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله رحين نحل تمرين الأول الموجود في الموضوع الأول لبكالوريا 2012، يعني هذا التمرين خاص بالمتتاليات، وهذا خاص بشعبة علوم تجريبية. التمرين هذا على 5 نقاط. نعتبر المتتالية العددية ان معرفة بحدها الاول صفر يساوي واحد. لاحظ اعطونا ماذا؟ اعطونا صفر يساوي واحد، ومن اجل كل عدد طبيعي ان زائد واحد يساوي جذر 2 ان زائد 3، اي علاقة ماذا؟ تراجعية. يعني هنا اعطونا متتالية تراجعية، وكنت قد انجزت فيديو خاص بالمتتاليات التراجعية قبل ما نحل البكالوريا هذا. وهذه المتتاليات التراجعية قلنا تكون هاي، هذه راهي من الشكل U N زائد واحد يساوي F ل U N هكذا. يعني في المتتالية التراجعية يعطوك الحد الأول ويعطوك المتتالية التراجعية. السؤال الأول قال لك لتكون آش الدالة المعرفة على المجال، أي من ناقص 3 على 2 حتى زائد لا نهاية، كما يلي: آش لإكس تساوي جذر 2 إكس زائد 3، وسي تمثيلها البياني، والدلتا المستقيم ذو المعادلة إيكغراك يساوي إكس في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس، أنظر الشكل المقابل. يعني هذا هو المنحنى تاع الدالة، أي المنحنى سي تاع الدالة اش لي اكس الذي يساوي جذر 2 اكس زائد 3، والذي هو من المجال اي من ناقص 3 على 2 حتى، اي لاحظ ناقص 3 على 2 اي ناقص 1.5 حتى زائد لا نهاية. ومن بعد عطاونا المستقيم ذو المعادلة ايكغيك يساوي اكس اللي راهو اون بوانتي لهنا، خطوط متقطعة، هذا في الشكل. واش طلبوا منا في السؤال الف في رقم 1؟ بالطبع اعد رسم الشكل المقابل على ورقة الاجابة، ثم مثل على محور فواصل حدود اي 0 اي 1 اي 2 و اي 3. اي في السؤال 1 الف طلبوا منا نقل الشكل ثم انشاء اي 0 اي 1 اي 2 اي 3 بدون حسابها. نبدأ اي 0 صح، U0 واش عطاو؟ عطاو لي يساوي واحد. إذا الـ U0 وين راح يكون؟ راح يكون هنا في الواحد هنايا، أي U0 ها هو U0. ومن بعد واش نجي ندير؟ نجي لوكاليزي U0 هكذا، لاحظ معي هكذا حتى نطيح مع المنحنى ديريكت ها هو. ومن بعد من المنحنى ندير هكذا حتى نطيح سوا لهنا مع المعادلة، أي مع الخط هذا إيكغيك يساوي إكس. ومن بعد نهبط هنا هكذا، لاحظ هكذا، ونزيد نطلع. يعني هنا كي نهبط واش يولي عندي؟ يولي عندي إي واحد، هذا إي واحد. ومن بعد واش نجي ندير؟ نطلع لهنا منا حتى وين يتلاقى بمن؟ بالمنحنى هكذا. ومن بعد ندي حتى وين البوانتي هذاك لهنا، ومن بعد نهبط هكذا. هنا واش عندي؟ هنا عندي U اثنان، U اثنان هكذا. ومن بعد نجي نطلع ثاني هنا، نطلع حتى يتلاقى بالمنحنى هاي هكذا، ومن بعد ندي هنا هكذا، ومن بعد نجي نهبط هكذا. إذا هنا واش يولي عندي؟ يولي عندي هنا U ثلاثة، U ثلاثة. هنا واش درت؟ راني حددت U صفر، U واحد، U اثنين، U ثلاثة. أما با واش قال لنا؟ قال لك ضع تخمينا، ضع تخمينا حول اتجاه تغير U ان وتقاربها. يعني نعود ونرجع للشكل اللي درناه ونضع تخمينا، ب التخمين. واش راك تشوف انت فيها؟
واش راكم تشوف؟ لاحظ ان اي صفر اي واحد اي اثنين اي ثلاث، لاحظ ان المتتاليه اي ان متزايده وراهي تتقارب، راهي تتقارب شيئا فشيئا من ماذا؟ من ثلاثه، نحو العدد ثلاثه. اذا واش نقول؟ اي ان اي ان متتاليه متزايده ومتقاربة نحو العدد ثلاثة. هذا مكان أي عندك على السؤال ألف، عندك نقطة سؤال ألف عليه نقطة، السؤال ب عليه في كل أي هنا 0.25 وهنا 0.25 فصافي 2 في 0.25، يعني السؤال الأول عليه نقطة ونصف. رجل السؤال الثاني، السؤال الثاني برهن بالتراجع، ها هو برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي أن أن أكبر تماما من صفر وأقل تماما من ثلاثة. الآن نستعمل البرهان بالتراجع. ثانيا قلنا نستعمل البرهان بالتراجع، البرهان بالتراجع. واش فيه البرهان بالتراجع؟ اولا نضع بي ان، نضع بي اللي ان من اجل كل عدد طبيعي ان، من اجل كل عدد طبيعي، تعلم الخطوات اللي اتبعها في البرهان بالتراجع. ان اي ان اقل تماما من ثلاثة اكبر تماما من الصفر. عندنا المرحلة الاولى، المرحلة الاولى اي من اجل مرحلة التحقق، اي التحقق من اجل هذه المرحلة هي مرحلة تحقق، اي تحقق من أجل أن تساوي الصفر، صح. عندنا وش عندنا؟ لدينا أي إي صفر أقل تماما من ثلاثة أكبر تماما من صفر، أي نعرفوا باللي إي صفر طوها أنه تساوي واحد، أي واحد أقل تماما من ثلاثة أكبر تماما من صفر. إذا هذه الخاصية بيلي صفر صحيحة، أي هنا محققة، أو تكتب الخاصية بي لصفر صحيحة، هكذا تكتب بي لصفر صحيحة، تكتب هذه محققة ولا هذه. الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية، المرحلة الثانية فيها خطواتين، الخطوة الأولى هي نفرض والخطوة الثانية نبرهن. الأولى نفرض صحة بي ان، اي اي ان اقل تماما من ثلاثة اكبر تماما من صفر، ونبرهن صحة بي لان زائد واحد. هذه الخطوات المتبعة في البرهان بالتراجع، اي ماذا نبرهن؟ نبرهن على ان اي ان زائد واحد اقل تماما من ثلاثة اكبر تماما من ماذا؟ من الصفر. ماذا لدينا؟ لدينا انتبه معي، اي ان اقل تماما من ثلاثة اكبر تماما من صفر، ومنه لاحظ ان شعلة طونا المتتالية، متتالية طونا تراجع طونا هكذا، اي ان زائد الواحد تساوي جذر اثنان اي ان زائد ثلاثة. هاي هذه هي اللي اطوهن، صح. اذا عندي هنا اثنين اي ان، نضيف اثنان اي ان، لاحظ كيفاش ندير، نضيف اثنان الى الاي ان، اثنان اي ان نضيف الاثنان الى الثلاثة ستة، و او نضرب عفوا ضرب اي ان في اثنان، نضرب ثلاثة في اثنان ستة، والصفر في اثنان يبقى لنا صفر.
عندي ثلاثة أي اثنين إي آن زائد ثلاثة. أنا تكتب دائما ومنه كذا ومنه ومنه. هنا ستة زائد ثلاثة تعطينا تسعة. صفر زائد صفر صفر وزيد له ثلاثة صافي أكبر دائما من ثلاثة. زدنا له ثلاثة دائما تصبح هذه أكبر من صفر يعني أكبر من صفر. ومن بعد عندنا جذر اثنين إي آن زائد ثلاثة أقل من جذر تسعة أي أقل من ثلاثة أكبر تماما من جذر ثلاثة أي أكبر تماما من صفر. واللي همني هو الصفر ماشي هذا ثلاثة يتهمني هنا يعني نقدر نديرها كصفر تفهمين نخليها كي ما راهي هكذا صفر. أي ماذا نستنتج هنا أي ماذا واشن هذه هي إي آن زائد واحد تسبلمو أقل من ثلاثة أقل تماما من ثلاثة أكبر تماما من الصفر. هذه يعني اللي هنا صحة يعني بي ان زائد واحد اللي هنا صحيحة يعني بي ان زائد الواحد عفوا صحيحة صحيحة. الآن بقت لي الخلاصة الخلاصة من أجل خلاصة تعود تكتب غير واش نطرح عليك في السؤال هذا مكان من أجل كل عدد طبيعي طبيعي ان هذه هي الخلاصة اي ان اقل تماما من ثلاثة اقل اي اكبر تماما من صفر هذا مكان هذه هي الخلاصة. هنا السؤال هذا عليه نقطة واحدة. السؤال الثالث الف قال لك ادرس اتجاه تغير متتالية اي ان طلبوا منا دراسة اتجاه تغير المتتالية اي ان. اذا ماذا نفعل لدراسة اتجاه تغير المتتالية اي ان؟ هنا واش ندير ندرس اشارة الفرق اي اي ان زائد واحد ناقص الاي ان. باش ندرس قلنا لدراسة اتجاه تغير المتتالية اي ان ندرس إشارة الفرق إي آن زائد واحد ناقص إي آن. إذن إي آن زائد واحد ناقص الإي آن يساوي ماذا؟ يساوي جذر اثنين إي آن زائد ثلاثة ناقص إي آن يساوي هذا واش ندلو نضرب في المرافق. نضرب في ماذا؟ في المرافق. يعني يولي عندي جذر اثنين اي ان زائد ثلاثة ناقص الاي ان مضروب في ماذا؟ في جذر اثنين اي ان زائد ثلاثة زائد اي ان في المرافق على جذر اثنين اي ان زائد ثلاثة زائد اي ان. هنا الفوق عندي راه يعني الشكل A موان B في A بلوس B يعني تصبح عندي A أو كاري موان B أو كاري أي تساوي A أو كاري اللي هي جذر اثنين U N زائد ثلاثة الكل مربع اللي هي A أو كاري موان U N مربع اللي هي B أو كاري على ماذا؟ على جذر اثنين اي ان زائد ثلاثة زائد اي ان تساوي ماذا؟ تساوي هنايا يتنحى الجذر يخرج تولي لي ماذا؟ تولي لي ناقص اي ان مربع بعد زائد اثنين اي ان نحو الجذر بوسك جذر مربع تتنحى الجذر تخرج هذه من تحت الجذر زائد اثنين اي ان زائد ماذا؟ ثلاثة على جذر اثنين اي ان زائد ثلاثة زائد اي ان هكذا. يعني هنا عندنا لاحظ ان المقام هذا لاحظ انه موجب تماما يعني هذا المقام اراه موجب تماما
تا كيفاش تجاوب في البكالوريا؟ قال كون يعني جذر، ما دلوش هكا كيما انا درت بالهذه مسوده، اللي بالقلم الاخضر هذا مسوده. اثنان يو ان زائد ثلاثه زائد اليو ان موجب تماما اي اكبر تماما من الصفر، فان اشاره تعلم كيفاش تجاوب. فان اشاره الفرق يو ان زائد واحد ناقص يو ان عفوا من، هي من ماذا؟ من إشارة يعني كثير الحدود من درجة ثانية، اللي هو ناقص يو ان مربع زائد اثنين يو ان زائد ثلاثة. ومن بعد واش ندير؟ نروح للمسودة نحسب دلتا. دلتا تساوي بمربع ناقص ربعة أسي، أي تساوي اثنين مربع ناقص الربعة في الناقص الواحد في الثلاثة، أي تعطينا 16. نحسب ان واحد تساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على اثنين ا، أي ناقص الاثنان ناقص الأربعة على الاثنان في الناقص الواحد تساوي ماذا؟ ناقص ستة على ناقص اثنان، أي تساوي ثلاثة. وعندنا كذلك ان اثنان تساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على اثنين ا، اي تساوي ناقص اثنان زائد الاربعة على الاثنان في الناقص الواحد، ومنه تساوي الاثنان على ناقص الاثنان، اي تساوي ناقص واحد. اذا هنا واش نكتبو؟ انه كثير الحدود، كثير اي في ورقة الإجابة، كثير الحدود اللي هو ناقص يو ان مربع زائد اثنين يو ان زائد ثلاثة يقبل ماذا؟ يقبل جذرين متمايزين هما ناقص واحد وثلاثة. إذن هذا الجذر واش يساوي؟ أي ناقص يو ان مربع زائد اثنين يو ان زائد ثلاثة يساوي، أي كما درسنا كثير في الفيديو تاع كثير الحدود، يساوي ماذا؟ أ في إكس ناقص إكس صفر إكس واحد في إكس ناقص، أي في كثير الحدود كما درسنا في الدور صبناها هكا، أي تساوي ماذا؟ يساوي أي أ إكس مربع زائد بي اكس زائد سي يساوي ا في اكس ناقص اكس واحد مضروب في ماذا؟ في اكس عفوا اكس واحد هنا واحد في اكس ناقص اكس اثنان هكذا. يعني هذه كي درسناها في كثير الحدود تاع الدوال، اي كثير حدود من درجة ثانية. هنا راهو عندنا كذلك كثير حدود من درجة ثانية، أي واش تولي لنا؟ تولي لنا الأ اللي هو ناقص واحد، أ واش قلنا؟ هو ناقص واحد، أي ناقص ومن بعد يو ان هي اللي راهي في مكان الإكس زائد يعني ناقص إكس يعني هذه زائد واحد في يو ان ناقص ثلاثة. دير هذه منا ولا هذه منا سي لا ميم شوز. أو سيدي هابا ما تخلطلكش ها، هيا حتى ما تخلطلكش ها سيدي، في إكس لا في يو إن ناقص ثلاثة مضروبة في يو إن زائد الواحد، هذا حتى نتبعو هذه صح. تساوي لنا ماذا؟ تساوي يو إن زائد الواحد في ثلاثة ناقص يو ان، لأن الناقص ضربناه في هذه نحطوها منا هكذا معليش صح. إذا إشارة الفرق لهنا من ماذا؟ لاحظ لأن يو ان زائد واحد هذا لاحظ أنه هذا راهو أكبر من الصفر،
هذا راهو اكبر من صفر، هذا راهو اكبر تماما من صفر. اذا اشاره الفرق هي من ماذا؟ ثاني تبعوا، كنا من اشاره الفرق من اشاره كثير الحدود، ومن بعد كثير الحدود ثاني صبناه الجهه راهي اكبر من صفر تماما. اذا اشاره كثير الحدود من او اشاره الفرق من اشاره هذا، واش نزيد نكتب ثاني اشاره، اذا اشاره الفرق اي ان زائد واحد ناقص اي ان من اشاره ثلاثه ناقص اي ان. وتقول له لماذا؟ لان 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 اي ان زائد واحد اكبر تماما من صفر، لازم وتقول له صح. هنايا كيفاش نديروا اشاره ثلاثه ناقص اي ان؟ عندنا واش لدينا؟ اي لدينا اي ان محصوره بثلاثه والصفر، بما ان حسب هذا الحسب، بما ان حسب الفرضيه اللي عندنا اي اي ان اقل تماما من ثلاثه، فان واش اصبح عندنا؟ فان ثلاثه ناقص الاي ان اكبر تماما من الصفر، ثلاثة وناقص اي ان تصبح اكبر تماما من صفر، ومنه اي ان زائد واحد ناقص اي ان اكبر تماما من الصفر، هي اكبر تماما من الصفر. اذا واش نقول؟ اذا اي ان متزايدة تماما على مجموعة أعداد طبيعية آن. السؤال ألف هذا عليه نقطة واحدة. ننتقل للسؤال، السؤال باء والأخير، مطلوب منا أن نستنتج أن المتتالية آن متقاربة، ثم حساب نهاية ان لما ان يؤول الى زائد لا نهاية. اي نبدأ بحساب ليميت ان لما ان يؤول الى زائد لا نهاية. بما ان عندنا ان شفناها باللي راهي متزايدة تماما ومحدودة من الاعلى، اذا فهي متقاربة، هذه لا ما فيها شك. بما ان ان متتالية ان هي متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى، ومحدودة من الأعلى، إذا فهي متقاربة، هذه وحدة صح. هذه عليها 0.5 كتكتبها هذا المكان، هذه راهي باينه واضحه. واش لدينا الان؟ نحسب النهايات. لدينا كي تكون اي ان على الشكل هذا، واش قلنا؟ اي ليميت اي ان لما ان يؤول الى زائد لا نهايه يساوي ماذا؟ يساوي ال. اذا اي ان يعني في الحسب وشفنا في الفيديو تاع متتالية تراجعية، أي إذا كانت إن متقاربة فإن نهايتها واش بها؟ تحقق، واش قلنا تحقق لي؟ تحقق آل يساوي إف لآل، هذه كنا شفناها في الفيديو تاع المتتاليات التراجعية. إذا واش عندي هنا؟ ومنه واش يحقق لي الآل؟ أي آل يحقق ماذا؟ أي آل يساوي جذر 2 آل زائد 3.
الربع طرفين أي بالتربيع، أي بالتربيع نجد ماذا؟ ربع طرفين أي آل مربع يساوي 2 آل زائد 3، لأن الجذر المربع يخرج مع الآل تكون أكبر تماما من الصفر، هذه ما ننساوهاش، آل تكون أكبر تماما من الصفر. هنا واش يصبح عندي؟ يصبح عندي معادلة أي آل مربع ناقص 2 آل ناقص 3 تساوي صفر. نجي الآن نحل المعادلة هذه، نجي نحل المعادلة، لاحظ معي، نروح للمسودة نحل المعادلة، أي عندي دلتا تساوي ب مربع ناقص 4 أ سي، ومنه تساوي ناقص الاثنان مربع ناقص 4 في الأ اللي هو 1 في السي اللي هي ناقص 3، أي ومنه تساوي ماذا؟ تساوي 16. عندي نحسب آل واحد، آل واحد تساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 أ أساوي ماذا؟ ناقص ناقص ب أي ناقص اثنان ناقص جذر أي ناقص 4 على الاثنان في الواحد، أي تساوي ماذا؟ هنا عندي ناقص اثنان وناقص ناقص 4 على الاثنان، لاحظ، أي تصبح لنا ماذا؟ ناقص الاثنان على الاثنان ومنه تساوي ناقص 1، ناقص 1 الاثنان تساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 أ أي تساوي ناقص ناقص الاثنان زائد عفوا زائد 4 على ماذا؟ على الاثنان في الواحد، ومنه تساوي 6 على الاثنان أي تساوي 3. واش قلنا؟ قلنا الشرط آل أكبر تماما من الصفر، لاحظ لهنا ناقص 1 راهي أقل من الصفر، إذا هذا مرفوض، مرفوض، هذا مقبول أكبر تماما من الصفر، هذا مقبول. إذا واش نكتب في البروبر؟ إذا ليميت يعني إي آن لما آن يؤول إلى زائد لا نهاية يساوي 3، هكذا هنا عندك نقطة هكذا، هاي هكذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من حل هذا التمرين، إلى أن ألقاكم في حل تمرين آخر إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.